بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. خلينا اقول لحضراتكم ان امطار شهر فبراير تسقط وتفسد احتفال المحبين بالفالنتاين دي، زي ما حضراتكم شايفين، زي ما احنا متابعين وزي ما احنا شايفين ومتابعين ايضا، هناك نوعا من انواع يعني سقوط للامطار هنا في القاهرة وعلى عدة محافظات من منها القاهرة والإسكندرية. نتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل ونرصدها، وخلينا أقول لحضراتكم ماذا يحدث من أعلى نقطة في القاهرة. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيان إن حالة الطقس النهاردة الأربع هتكون مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيبقى دافي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وشديد البرودة ليلا على كل ناحية، شديد البرودة ليلا على يعني القاهرة الكبرى، على الوجه البحري، على السواحل الشمالية، ودافئ جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفي كل الأماكن بارد ليلا، بارد ليلا. خريطة الأمطار اللي هتسقط إن شاء الله خلال الثلاث أيام المقبلين بدءا من الأربع 2004 وعش يوم الأربع شهر فبراير 2024 هتبقى كالآتي: أمطار رعدية ومصحوبة بحبات برد على محافظة الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية ودمياط، مطروح وبورسعيد. أمطار خفيفة على هتبقى موجودة على خليج السويس، الصحراء الغربية، شمال الصعيد، وممكن تروح لجنوب الوجه البحري، وهتروح كمان لمدن المدن القناة سواء كانت سيناء والقاهرة وجيزة واليوبية أيضا. الأمطار هتكون بنسبة 50% تقريبا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد يعني لخليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة. متوقع سقوط الأمطار إن شاء الله بنسبة 40% على وسط وجنوب الوجه البحري وكمان السواحل الشمالية الشرقية وكمان مدن القناة أيضا، تمتد بنسبة 40%، ممكن تمتد للقاهرة الكبرى والصحراء الغربية. شمال الصعيد إن شاء الله إن شاء الله هيبقى برضو 40% سقوط الأمطار، بنسبة 40% سقوط الأمطار. طيب خلينا نقول نسبة حدوث 20% هتبقى فين؟ أقول لكم، لكن خلينا أقول لحضراتكم في الأول كده حذرت في الأول كده خلينا أقول لحضراتكم إن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وكمان الوجه البحري وجنوب الصعيد، وقالت لهم خلي بالكم، قالت للمناطق دي خلي بالكم لأن الرمال دي ممكن تكون مثيرة للرياح، دي ممكن تكون مثيرة للرمال والأتربة، وهتكون في السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر كمان وشمال الصعيد، يعني ممكن تروح للقاهرة الكبرى على فترات متقطعة. الأرصاد الجوية أكدت أن حركة الملاحة معتدلة في البحر المتوسط، معتدلة في البحر الأحمر، ارتفاع الموج من متر ونص، ارتفاع الموج من متر ونص إلى مترين. ارتفاع الموج من متر ونص إلى مترين. الآن متابعينا الكرام يتساقط الأمطار على محافظات القاهرة، الآن تتساقط الأمطار على محافظة القاهرة، محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومحافظة مرسى مطروح والسلوم والضبعة أيضا. إيه القصة؟ هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت بأن في يعني أمطار بنسبة 50% حدوث، 40% حدوث، 20% حدوث. خريطة الأمطار هتبقى إزاي؟ هقول لحضراتكم. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت في إن أصدرت بيان وقالت إن حالة الطقس النهاردة الأربع قالت إنه مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري كمان معاها، السواحل الشمالية تاخده في سكتها، دافي على جنوب الصعيد، جنوب سيناء، شديد البرودة على كل المناطق دي، شديد البرودة ليلا على كل المناطق دي، شديد البرودة ليلا على كل المناطق دي. خريطة الأمطار اللي قلت لحضراتكم عليها 40% و30% و20%، خلينا أقول لكم هتبقى مكانها فين. يعني أمطار رعدية مصحوبة بحبات برد تبع اسكندرية بحيرة، كفر الشيخ ده أهلية، دمياط، مطروح، بورسعيد. أمطار هتبقى خفيفة على خليج السويس، صحراء غربية، شمال الصعيد أيضا، ممكن تروح لحبة من جنوب الصعيد ومدن القناة وسيناء والقاهرة والجيزة والأليوبية. هيئة الأرصاد أكدت أن 50% تقريبا من سقوط الأمطار
هيكون في السواحل الشمالية اللي هي اسكندرية مطروح وغيره، وهيكون كمان على الوجه البحري، وممكن تمتد ليلا لتصل إلى القاهرة، لتصل إلى القاهرة. طبعا متابعينا الكرام، كان المصريون يحتفلون بأعياد الفالنتاين دي منذ عدة يعني منذ عدة ساعات، وانتهت هذه الاحتفالات بسقوط يعني أمطار فبراير التي أفسدت كل حاجة ممكن تبقى موجودة في الشارع خلالها. مين هيقف في الشارع دلوقتي بردان؟ الناس بالتكتيك يعني، الناس بالتكتيك، فكله في البيوت بقى وبيتكلفت. وسيو ليتر يعني، نتكلم بعدين. اون ذا فون، في التليفون، في التليفون، في التليفون. عشان كده قلنا نطلع مع حضراتكم في هذا البث المباشر ومن أعلى نقطة هنا في محافظة القاهرة، نرصد لحضراتكم تفاصيل هامة جدا عن ماذا يحدث وتذهب في الطقس، إيه اللي بيحصل في الطقس. هيئة الأرصاد حذرت وقالت عدة مرات إنه ممكن يكون الطقس مائل للبرودة، ومائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء بقى، يعني مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء، بتكلم على سواحل شمالية، وجه بحري، وكمان تمتد إلى شمال الصعيد وجزء منه جنوب الصعيد، مدن القناة. وناخد بالنا إن الصبح بدري، الصبح بدري بتبقى الشبورة دائما متواجدة، خاصة بجوار الأماكن الزراعية أو المسطحات المائية أو الأماكن الزراعية، وكمان بيبقى في شبورة على الدائري، على الدائري والصحراوي، وهيبقى في رياح بسيطة محملة بالرمال والأتربة، قد تنشط في بعض المناطق وتزيد عن المناطق الأخرى. الأسكندرية فيها أمطار، البحيرة فيها أمطار، مرسى مطروح فيها أمطار، الوجه يعني بتكلم على كفر الشيخ برضو فيها أمطار، تكلم على القاهرة أيضا فيها أمطار، وقد تمتد ليلا لباقي المناطق، لباقي المناطق. متابعينا الكرام، متابعي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، شكرا لكم على هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.